المسلم يا أخوان في إله هالي، هالته الإيمانية بتأثر باللي جنبه، يعني حتى الصافح واحد هيك بيأثر فيه. بس هيك بدك أنت تكتر ذكر حتى تصير أنت، يعني هلأ إذا الشريط محطوط بالكهرباء ودقيته هيك تتكهرب، أما إذا مو موصول ما لو مسكته ما بيمشي الحال. هلأ إذا أنت موصول بحضرة الله عز وجل يعني بيمسك هيك معك، مرات يعني بتطلع فيه بيثري فيه هيك في أشعة غير مرئية هيك تطلع تدخل إلى قلبه، شو صار؟ بيقول لك ما بعرف، مدري شو صار، طلعت فيه مدري شو صار لي. ما مر معكم محمد بن واسع واحد من أصحابي قال: كنت إذا قسى قلبي أتيت إلى محمد بن واسع فأنظر إليه فيرق قلبي. بس هيك تطلع تطلع فيه. فهو المسلم في له هذه الهالة، بس الهالة كيف بدها تجيك؟ كيف؟ بدك صلة بالله عز وجل وتوجه إليه، إن شاء الله إن شاء الله بصير بتأثر بالآخرين وبتصير بتنفع الآخرين، وبصير ما حدا بيتأثر فيك، حتى الشيطان بيهرب منك ما بيقدر. إن الشيطان ليفر من ظلك يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان غيره يا عمر، بيخاف. مر معنا في أحد الكتب إنه الذاكر لله تعالى قال: يمس الشيطان كما يمس الشيطان الإنسي الغافل، فتجتمع عليه الشياطين فتقول له ما شأنه، فيقال لقد مسه الإنسي الفلاني. هلأ بتشوفوا واحد مرات إنسي بينصرع، هلأ الشيطان إذا قرب منك وأنت ذاكر بيقوم بينصرع، بيجوا الشياطين اللي عنده: شوفوا هذا مصروع، بيقول له والله فلان الفلاني هذا ذاكر صرعه، قرب منه قام صرعه. فأنت إذا ذكرت الله كثير حتى الشيطان بيهرب منك، بيخاف، لأنه إذا بيقرب بده يحترق. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا قربا إلى حضرة الله تعالى، وأن يجعلنا ممن ينضبطون بأمره ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه.